ثاني مش ممكن يموت. يمكن في أمور بتحير محتاجة لتفسير، أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير. أنا مش كافر، أنا مش كافر، مشاهدينا الأحباء في كل مكان من خلال قناة القرمة بيشاهدونا أيًا من كن، بنرحب بيكم ونحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب، ما معنى أن المسيح هو ابن الله؟ طبعًا يسعدني ويشرفني جدًا، وزي ما أنا نبهت في الحلقة السابقة، النهاردة معانا ضيف غالي جدًا على قلوبنا، رجل الله بحق الرب استخدمه وبيستخدمه بقوة عظيمة جدا، لما يتمتع بأنه رجل يعني يستخدم كلمة الله بكل استقامة وبحق، يعلم بكلمة الله. معنا الدكتور حليم حسب الله. برحب بيك يا دكتور. أهلا بيك يا خاندرو، أهلا بكل حبايبنا يعني اللي يسمعونا ويشاهدونا. بشكل شخصي ببقى فرحان جدا في كل مرة الرب يتيح الظروف انك حضرتك تبقى موجود معانا هنا. الرب يبارككم. انا عايز اقول الدكتور حليم غني عن التعريف، الرب استخدمه لكثير جدا من الكتب، الرب استخدمه في كتاباتها يعني على رأسها طبعا كتاب معروف جدا المسيح بين المعرفة والجهل. انصح كل واحد بيدور عن او عنده اسئلة من جهة المسيح وطبيعة المسيح انه يقرأ هذا الكتاب. حاجة تانية، من خلال قناة القرمة أيضا في برنامج للدكتور حليم اسمه المسيح بين المعرفة والجهل، وبرنامج أيضا آخر مهم جدا اسمه أنت تسأل والإنجيل يجيب. في بداية الحلقة هطلب من الدكتور حليم أن احنا نصلي، لكن خلونا نصلي لأجل موضوع الحلقة، لأجل أن الرب يستخدم كل كلمة الرب يرسلها ويتكلم بها على فم الدكتور حليم تكون سبب بركة وخلاص للكثيرين. لكن اسمحوا لي ان انا اذكركم ان في 6 عابرين في ليبيا محكوم عليهم بالاعدام، خلونا نصلي لاجلهم. وفي 17 واحد ممسوكين في قبضة الامن في ليبيا ايضا، عابرين مؤمنين بالمسيح، شباب كله صغير 19 و18 و20 سنة، بنات واولاد، وايضا معرضين ان يتحكم عليهم بالاعدام. من فضلكم صلوا لاجل الحالات دي، احنا مش عارفين نعمل ايه. كل اللي قادرين نعمله زي ما قلت الحلقة اللي فاتت واللي قبليها، رافعين قلوبنا للرب ان الرب ينظر، ان الرب يتدخل، ان الرب يتصرف بطريقته. مفيش حد قادر يعمل حاجه خالص. خلونا نصلي ايضا لاجل الحقيقه بتجيلي رسائل من جوه السجن من الاخونا عبد الباقي اليمني اللي مسجون في سجن مصر، داخل دلوقتي في 16 شهر. هو عابر يمني كان مقيم في مصر وكان له خدمه، اسرته بره بتمر بظروف صعبه جدا، عنده يعني 3 بنات وعنده شاب وولد صغير وزوجته الجديدة، والشاب والولد الصغير اتولد وهو في السجن من 14-12 سنة 2021 مسجون إلى هذا اليوم. كل شوية بعت لي جوابات يقول لي من فضلك ذكر الناس بيا وخلي الناس تصلي لأجلي، ظروفه الصحية صعبة جدا جدا جدا، بيعاني من السكر والضغط ومشاكل في القلب، وحاطينه مع أفراد من الجامعات بيضغطوا عليه بضغوطات صعبة، لكن الرب بيديله نعمة بيتكلم عن المسيح بكل جرأة وشجاعة، والرب بيستخدمه استخدامات غير عادية. لكن الظروف الصحية وظروف الأسرة بره ومش عارف هيعمل ايه وفيما بعد، ومفيش محاكمة ومش عارفين هو ليه قاعد وليه مسجون وليه مركون الفترة الطويلة دي كلها، لكن الرب يتصرف. في أمور كتيرة جدا إخواتنا العابرين في اليمن بيعانوا من صعوبات ويوصلوا إلى حد قطع الرقبة. خلونا نصلي لأجل السودان أيضا، ما ننساش الأحداث اللي موجودة في السودان. تفضل يا رجل الله. نعظمك ونشكرك من كل القلب يا أبونا المحب، يلي كلك محبة، واللي تقال عنك أنك أحببت كل البشر دون أن تفرق بين شخص وشخص، أحببت الجميع وبذلت ابنك الوحيد لأجل الجميع، وفتح الباب للإيمان لكل من يريد. مكتوب لا يهلك كل من يؤمن بك بل تكون له الحياة الأبدية. أبانا أصلي إليك من القلب أن تذكر وقتنا الذي نقضيه سويا
مع كلمتك الصالحة وما يعلنه الروح القدس. هيمن وسيطر على أذهاننا وأفكارنا، وانطق بما تريد على ألسنة عبديك. كما أصلي من القلب يا رب أن تذكر المشاهدين والسامعين لتفتح القلب وتتعامل معاملة خاصة مع الجميع. واضعين أمامك يا اللي في إيدك الحل أن تذكر كل المسجونين والمذلين والمحكوم عليهم. أنت الذي تستطيع أن تعطي قناعة لإطلاق سراح هؤلاء المساكين. كما نرجو أن تذكر البلاد التي تعاني من الحروب التي سببت مجاعات وأوبئة. ارحم السودان وارحم كل بلد فيها حروب. يا أبانا نصلي في اسم الرب يسوع ونؤمن أن لنا ما طلبنا، لك الكرامة والمجد إلى الأبد. آمين. آمين آمين آمين. أذكركم أن موضوع النهاردة بنعمة الرب ما معنى أن المسيح هو ابن الله. الحقيقة أنه سبق وقدمنا حلقات كتيرة جدا مع الدكتور حليم حوالين الموضوع ده بشكل خاص، وزي ما ذكرتكم وقلت لكم أن في برنامج اسمه المسيح بين المعرفة والجهل، برضو بيتناول قضية لاهوت المسيح وشخص المسيح وكل القضايا الكتابية. لكن يظل أنه أكتر سؤال بيتردد ما بين أحبائنا، من هو المسيح؟ وأكتر كلمة بيقف قدامها أحبائنا، إزاي يكون المسيح هو ابن الله؟ بعض الأشخاص المعروفين واللي لهم يعني ناس متأثرة بيهم وبيسمعوهم، شيخ كبير اسمه الشيخ محمد العريفي سأل سؤال وقال إذا كان الله بيحب يكون عنده أولاد، طب ليه اكتفى بواحد؟ ليه ما يكونش عنده 2 أو 3 أو 4؟ وليه ما يكونش عنده ولد وبنت؟ ليه اكتفى بواحد؟ بعض الأشخاص الشيخ الشعراوي قال كده، إن كان المسيح هو ابن الله حسب ما تدعمون كونه اتولد بدون أب، فبالأولى وبالأحرى يكون آدم أيضا هو ابن الله لأنه اتوجد بدون أب وأم. واضح من العبارات والأفكار المتداولة لدى شيوخ المسلمين ولدى الأحباء أنه المفهوم عن عبارة ابن الله ومفهوم أن المسيح ابن الله مش واضحة قدامهم. هل ده نتيجة لأنه متأثرين بفكر آخر؟ هل ده نتيجة لأنه الكنيسة لفترة طويلة جدا ما كانتش بتعلم في الأمور اللاهوتية وتقدم الحق بكل قوة وجرأة؟ هل ده نتيجة لأنه في أفكار مغلوطة موجودة على المواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت فبياخدوا منها وبيطرحوا عليها أسئلة؟ واحد تاني شيخ معروف وهو طبعا رحل عن عالمنا اسمه الشيخ عبد الحميد كشك، فبيقول إذا كان المسيح هو الله كما تزعمون وابن الله، فهل هو خلق مريم وبعد كده دخل جوه البطن، ولا هو مريم اتوجدت قبل ما يتوجد؟ مين اللي سبق التاني؟ طبعا انتوا عارفين وسامعين الفيديوهات دي ومنتشرة بكثافة كتيرة جدا، لكن مش هقف قدامها ومش هزيعها، لانه النهاردة احنا في موضوع خاص جدا، موضوع كتابي 100%. هنعطي فرصة لكل احبائنا اللي عندهم اسئلة، بس استأذنكم الكون المداخلة مختصرة جدا، والحاجة التانية مرتبطة بموضوع الحلقة. من فضلك أي واحد عنده سؤال يكون السؤال بتاعك مرتبط بموضوع الحلقة، بنرحب بيك وبندي فرصة. لكن بعض الناس تقول لي أنت ما بتديش فرصة كاملة للمتصلين. يا جماعة البرنامج ساعة ونص، في تتر وفي تتر وفي موضوع لازم يتقدم، فأنا مش طالع عشان افتح التليفونات واقول للشخص تعالى ادخل 5 دقايق وعشر دقايق اوعظ واعمل واتكلم زي ما انت عايز. لا، احنا البرنامج ساعة ونص محدد، ساعة ونص دي بتصل الى ساعة وربع تقريبا، محددة بموضوع معين. عشان كده بطلب من اخواتنا اللي داخلين يسألوا، من فضلك المكالمة او المداخلة تكون مختصرة وكون في مضمون موضوع الحلقة. واللي عنده سؤال بنرحب بكل أحبائنا وبنعطي فرصة لأحبائنا يكون ليهم الأولوية في الاتصال وفي تلقي تليفوناتهم، لكن من فضلك يكون الأسئلة في موضوع الحلقة. زعت ونبهت المرة اللي فاتت وقلت احنا عندنا موضوع عن لاهوت المسيح، كل اللي عنده أسئلة أهلا بيه، اللي بيكتبوا على الفيسبوك واللي بيعلقوا واللي دخلوا. أنا عارف كان في تليفونات كتيرة جدا من أحبائنا المسلمين الأسبوع اللي فات، أهلا بيكم. عملنا النهاردة موضوع مخصوص حول لاهوت المسيح، وأشكر رب معانا رجل يعني فعلا أقول بكل أمانة علامة،
الرب أقامه لوقت مثل هذا. رجل الرب يعني فعلا متمكن في كلمة الله، والرب بيديله قوة كبيرة جدا وسلطان أن يقدم الحق بكل جرأة. دكتور حليم، ما زال عارف أن احنا غطينا الموضوع ده أكتر من مرة، لكن ما زال السؤال أو أكتر سؤال بيتردد يمكن في أوساط كتيرة جدا بين ملايين من الناس، يا جماعة إزاي يكون المسيح هو ابن الله؟ وفي مشكلتين. المشكلة الأولى الاعتقاد الخاطئ، وانت غطيت ده ووفيت بس في التكرار إفادة. المشكلة الأولى أنه عبارة ابن الله مش مفهومة لدى البعض، فيقولوا إزاي يكون ابن الله، والله حاشا مش استحالة ومستحيل أن يرتبط بإنسان وينجب. وفي فكرة تانية قالها أحد الشيوخ، قال إذا كان المسيح أطلقت عليه أن ابن الله كونه مولود من غير أب، فبالأولى وبالأحرى يكون آدم لأنه موجود من غير أب وأم، يكون هو أيضا ابن الله. اتفضل زي ما الرب يقودك في البداية. الموضوع ده موضوع أساسي على فكرة، ومهما اتكلمنا فيه مش في برنامج، في برامج، مش في حلقة، في حلقات، فهو موضوع أساسي للإيمان المسيحي. لأن بدون الإيمان بأن المسيح هو ابن الله حسب الكتاب المقدس، مش رأيي الشخصي، في هلاك. لأن الكتاب بيقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به. به تعود على الرب يسوع ابن الله. فكل من لا يؤمن بالمسيح أنه ابن الله لا يمكن أن يحصل على الحياة الأبدية اللي هي ذات حياة الله. لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ولأن الرب أوصانا أن نكرز بالإنجيل بالمسيح ابن الله لكل البشر، كرزوا بالإنجيل الخليقة كلها، فنحن لا نمل أبدا من هذا الموضوع، بل نستمر إلى آخر لحظة من حياتنا نحكي عن من هو المسيح، لأنه ده موضوع كرزتنا، ده موضوع أساسي. فما فيش تكرار، لا، ده في الإعادة إفادة زي ما حضرتك قلت. وطبيعي كثيرين لا يفهمون من أول مرة ولا تاني مرة. عشان كده إعادة الدرس مطلوب، علشان نقدر نوصل للفهم الصحيح والحقيقي لمن هو المسيح. احنا عندنا مشكلة. تفضل. المشكلة ان احنا بنستخدم عقولنا المحدودة في فهم ذات الله، وهذا لا يمكن أن نصل إلى أي شيء صحيح بالمرة. فعقولنا تأخذنا إلى أشياء خطأ في خطأ. اللي عبدوا الأصنام والأوثان، إيه اللي أخذهم لعبادة الأوثان والأصنام؟ العقل. العقل، عاوزين حاجة ملموسة محسوسة يقدروا يأمنوا بيها، فعبدوا حشرات وعبدوا حيوانات وعبدوا الكواكب والنجوم. واللي ملقيش إله عمل له إله، صنم كبير زي نبوخذ نصر، طول في الإله بتاعه قوي، عمله 60 ذراع لفوق، وطبعا في مقياس رسم الطول يتناسب مع العرض، وإلا شوية هوا يوقعه. فشوف بقى الإنسان يتفنن إزاي. فمين أنا حليم مع اعتذار لحضرتك، ومين هو أندرو علشان يقدر يفهم من هو الله؟ صحيح، من هو الله؟ دي حاجة فوق مستوى عقولنا. نحن عرفنا الله بالإعلان. أنا قصد أبدأ بالله قبل ما أتكلم عن المسيح. نعم. عرفنا الله بالإعلان. من الذي أعلن؟ الله نفسه هو اللي أعلن، كما أعلن الله له، تتكرر كتير في الكتاب. فبالإعلان قدرنا نعرف الله. إذا كان الله موجود وحي وقادر وفي كل الخصائص والصفات الجميلة والحلوة واللي تعلن قدرته ومحبته ونعمته وعدله وذاته، يتفضل مشكورا بالإعلان عن ذاته. نعم. ليه؟ لأن الله زي ما بيقول الكتاب المقدس، لم يراه أحد قط. لنا ولا أنت شفنا ربنا. واللي قولك شفنا ربنا يبقى ده في الأوهام وفي الأحلام. لكن محدش، لأن الكتاب المقدس بيقول الله لم يراه أحد قط. طيب دلوقتي لما ما شفناش الله نؤمن إزاي بالله إن لم يعلن عن ذاته؟ ولذلك الرسول بولس كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح الأول بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. لاحظ،
كلم الآباء. يبقى إذا الله كان بيتكلم، اتكلم مع آدم، اتكلم مع النسل بتاعه بعد ذلك، واحد بعد التاني بعد التالت. آخر إعلان بالنسبة للعهد القديم كان الأنبياء، بدأوا من موسى النبي واستمر الكلام الله عن طريق الأنبياء، لكن في النهاية الله عاوز يعظم شخصه قدام عينينا لأنه عظيم بلا قياس. يقول كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. لما يقول كلمنا في ابنه هذا يعني أن الابن كائن فالله أزلا، وإلا لماذا يقول الوحي كلمنا في ابنه؟ يعني العبارة نفسها بتاخدني وبتشدني أن الابن كائن فالله أزلا وأبدا. أنا ما رحتش دلوقتي لغاية دلوقتي مين هو الله، لكن أنا عاوز أقول كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. معنى ذلك أن الابن موجود مع الآب وأرسل في ملء الزمان ليكلمنا عن الله. يبقى إذن من الآية دي أفهم على طول إذا كان عندي لغة مفهومة وأفهم اللغات العربية ولا الإنجليزية، أعرف أن من أرسله الله ليكلمنا من خلاله فهو كائن مع الله وهو معادل لله. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يكلمنا ملاك أو رئيس ملائكة عن الله بطريقة صحيحة، لأن حتى الملائكة هم عبيد الله ما يعرفوش السرائر الإلهية. صحيح. سر الله أعلنه لخائفيه، لكن الملائكة عبيد، العبد ينفذ. عشان كده مين اللي يعرف؟ لا يعرف الله إلا من هو الله. ولا يستطيع أن يتكلم عن الله بطريقة صحيحة إن لم يعلن له من الله أو هو الله. عشان كده يقول كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. وهنا قفل كافة الإعلانات، مفيش كلام تاني إلا من خلال الابن الوحيد اللي جه وكلمنا عن من هو الله. في إنجيل يوحنا 1:18 يقول الله لم يراه أحد قط، حد شافه زي ما كنا بنقول من لحظات. بالضبط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، مش الذي كان في حضن الآب، ما قالش الذي كان في حضن الآب هو. أو الابن الوحيد الذي دخل في حضن الآب، لا، لكن الذي هو في حضن الآب. هو خبر، يعني لم يترك هذا الحضن. وحضن للأسف إن عقولنا محدودة وبناخد التعبيرات بحسب العقل البشري والمفهوم الإنساني. هو معقول الله ليه حضن واخده في حضنه بطبطب عليه؟ يعني سامحني، يعني لو العقل يفكر بطريقة صح يعني ما يوصلش الإنسان إلى هذا المستوى الضحل. لما يقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، بمعنى كل سرائر الله، كل المكنونات الإلهية، كل الأفكار الإلهية، كل الأوصاف الإلهية في هذا الشخص مستودع فيه. هو خبر. فعشان كده لما بنقول ابن الله ده بيرجعني للأزل مش يجيبني في الزمان. دايما الإنسان بياخد نفسه للزمان، ده كلام مش مظبوط. عشان كده حضرتك اتفضلت وذكرت بعض العبارات. هل الله تزوج مريم؟ هل الله ليه ابن؟ ما المفروض يكون ليه أبناء كثيرين. طيب مش المفروض زي ما ده آدم اتخلق المسيح اتولد من غير أب، الاثنين متساويين؟ يعني أنا عايز أقول ببساطة. طب خلينا ناخدهم جزء جزء عشان المشاهد يعني يجد إجابة على كل سؤال وما يقولوش ده بيتهربوا من أسئلة معينة. رقم واحد، السؤال الأول، قائل هذه العبارة شيخ كبير جدا وله مكانته في عند إخواتنا، بيقول لو كان احتسابكم للمسيح أنه ابن الله باعتباره أنه ولد من غير أب، فبالأولى وبالأحرى أن يكون آدم هكذا ابن الله لأنه وجد بدون أب وأم، وحواء هكذا لأنها وجدت بدون أم. الجزء الفقرة دي لوحدها نجاوب عليها قبل ما ندخل على سؤال تاني. تمام تمام. أنا لما أرجع للخلق في سفر التكوين، أنا ما عنديش يا أخي أندرو كلام إن أنا أتفلسف ولا أحب الأمور الفلسفية كتير. صحيح. أنا أحب أقول هكذا قال الرب. نعم. وكون الرب قال دي مسؤولية المشاهد والسامع مش مسؤوليتي أنا. أنا علي وصلت كلمة الإنجيل، كلمة الحق. لما أنا أرجع لسفر التكوين والأصحاح
الثاني يقول وجعل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. خلينا وقف في دي بس لحظات. لما يقول إني جبل الرب الإله آدم من تراب، يبقى أنا أفهم من كده إني آدم لا وجود له قبل خلقه. يعني خلينا برضو نشغل يعني معتدلين فيما نقول. لم يكن لآدم وجود قبل أن يخلق، لكن بداية آدم عندما الله خلقه. جبل الرب الإله آدم من تراب. خلقه من أي شيء؟ خلقه من التراب. حتى لما الإنسان بيموت بيدفنوه في التراب، لأنك تراب وإلى تراب تعود. لكن ملهوش وجود سابق قبل أن يخلق. طب السؤال الثاني، هل المسيح ابن الله بدايته هي عندما ولد من العذراء مريم؟ أنا بعمل مقارنة بين الاثنين، ده ليه بداية اللي هو آدم، لكن هل المسيح ليه بداية؟ الكتاب المقدس بيقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، يعني كائن مع الله من الأزل وإلى الأبد. يبقى إذا ما تقوليش ده زي ده. المسيح لا بداية أيام له، وإن كانت له بداية في تجسده. عظيم بالإجماع، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فليه بداية في التجسد، لكن ليس له بداية في الذات الإلهية، في الشخصية الإلهية. وده اللي قاله ميخا، مخارجه منذ الأزل. مخارجه منذ الأزل. وقال للأب في يوحنا 17 مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. كون العالم. يبقى ازاي بس يا أخ أندرو أساوي ده بده؟ ده ليه بداية؟ ده ملهوش بداية. حاجة تانية، آدم قد خلق من التراب، جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، يبقى اتخلق من التراب. بينما الرب يسوع المسيح الابن يقول الكتاب عنه في يوحنا 1:3 كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يبقى هو الخالق والموجد. الموجد في كولوسي 1:12 شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى دائرة جديدة، ملكوت ابن محبتي. وبعدين يقول الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. الذي فيه في الابن خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. يعني الكتاب في العهد القديم والجديد بيقول ان الابن هو الموجد والخالق لكل الاشياء. ازاي ادم مخلوق لكن الرب يسوع هو الخالق؟ ادم ليه بدايه في الوجود لكن المسيح لا بدايه ايام له. ازاي تحط ده مع ده؟ يعني حاجه عجب. حاجه تانية كمان يمكن ذكرتها، لكن زي ما قلنا في الاعاده افاده، ثلاث اربع عينات موجودين. العينه الاولى ادم مخلوق من التراب. العينة الثانية المرأة، ودي صنعت من آدم. تصنيع، الكتاب يقول أصنع له معينا نظيره. أوقع الرب الإله على آدم سباتا فنام، أخذ ضلعا من أضلاعه بنى عليها لحما. اتفضل حواء. يبقى إذن آدم خلق، حواء المرأة صنعت. أنا وإنت بقى وكل اللي يسمعونا ويشاهدونا واللي ماتوا والأحياء مولودين، لا حد فينا اتخلق ولا حد فينا اتصنع. مولودين عبر طريقة الرب أوجد حيوان. دي سنة الحياة. رجل وامرأة في تزاوج جينا احنا. المسيح بقى هل قال الكتاب وجبل الرب الإله يسوع من تراب ونفق في أنفه نسمة حياة؟ ما حصلش، إنه لم يخلق. ده أول واحدة. طب الثانية، أوقع الرب الإله سباتا على مريم فنامت فأخذ ضلعا من أضلاعها وبنى عليها لحما وقال لا خذ ابنك. مفيش. يبقى مثله ليس مثل آدم ولا مثله مثل المرأة حواء. أنا وانت جينا بالتزاوج. طب هو مفيش. هذا الخطأ اللي أنا عاوز أوجه النظر ليه. اتفضل. الله روح. الأرواح لا تتزاوج. حتى ونحن في الأبدية في حالة سامية روحيا، لما نوصل المجد، لما يجي المسيح، قال الرب يسوع يكونون كملائكة الله لا يزوجون
ولا يتزوجون. الأرواح لا تتزاوج. في أمور وثنية داخلة في البشرية من قديم الزمان أن الملائكة بتتجوز. هذا التعبير خطأ. الأرواح لا تتزاوج. والمسيح قال نفسه المسيح قال عن الملائكة لا يتزوجون ولا يتزوجون. بالضبط كده. يعني المسيح قال كده نرجع نخترع حاجة؟ مش ممكن في زواج هيكون في الأبدية. قال الإنسان والخلائق المرئية اسمروا واكسروا واملأوا الأرض. نعم. طب والسماء عايزة اسمروا واكسروا واملأوا السماوات؟ ليه بقى نعمل فيها إيه؟ يعني معلش يعني مش هيحصل الكلام ده. ولذلك الله لأنه روح مفيش تزاوج. لم يأتي المسيح بالتزاوج الله وإنسانا. ده كفر وكررتها مرتين وثالثة كمان. ده كفر. مفيش تزاوج. الله ما تزوجش مريم. مفيش إنجاب. الكلام ده مش مظبوط. قررها مرة تانية للمشاهد. يعني دايما المشاهد أو بعض الناس بيقولوا إيه؟ يا أخي ألا تحتسب هذا كفرا لأن الله يتزوج امرأة وينجب منها ابنا؟ يا أخي حرام عليك. الكتاب المقدس من سفر التكوين لسفر الرؤيا لم تذكر فيه هذه العبارات نهائيا. ما فيش العبارات دي خالص. لكن أنا أعرف من الكتاب المقدس الذات الإلهية بالإعلان الإلهي. يعني الله عرفني بنفسه أنه هو الآب والابن والروح القدس من الأزل وإلى الأبد. فالآب متحد بالابن والابن متحد بالآب والروح القدس روح الآب وهو روح الابن. مش ثلاث آلهة لكن إله واحد وحدانيته جامعة. فابن الله كينونة في الذات الإلهية زي ما الآب وزي الروح القدس. ما جاش بالتزاوج. في بقى مجيئه بالتجسد نقدر نسميه يعني إخلاء. أخلى نفسه قبل ما ندخل على التجسد. يعني عشان بس المشاهد يبقى ماشي معانا قطع قطع. عايزين النهاردة الحلقة ناخدها قطع قطع. السؤال الأول حضرتك أجبت باستفاضة كاملة. قلت إنه الضرورة كانت تحكم على إنه آدم باعتباره أول إنسان. الضرورة كانت تحكم على إنه يتواجد بالطريقة دي بدون أب وأم لأنه لا وجود لأي خليقة قبل آدم. تمام. فده شيء منطقي جدا أن الله بدأ الخليقة بآدم. فبالتالي ما أقدرش أقول لآدم ما كانش له أب وأم لأنه أول إنسان. صح؟ أزبط. فآدم مخلوق والله جبله من تراب الأرض. الضرورة أيضا أن الله يوجد لآدم معين نظير. فبالضرورة أيضا الله خد ضلع من آدم وصنع حواء. نعم. فحواء ملهاش أيضا أب وأم لأن أول امرأة على الأرض. نعم. لأن البعض بيعتبر آدم أب الحواء. ده غلط. آدم زوج لحواء. طبعا. الدائرة الثالثة جميع لك بشر جينا من خلال التناسل والتقاطر. مزبوط. والتزاوج. صح ولا لا؟ مزبوط. اللي هو القاعدة اللي أوجدها الله في العالم وفي الحياة. حيوان منوي بيلقح بويضة بينتج الإنسان. نعم. مزبوط؟ مزبوط. لكن المسيح مولود وليس مخلوق. طبعا. وجاء بطريقة مخالفة للقاعدة التي دخل بها جميع البشر إلى الحياة. مزبوط. فلا يمكن يكون المسيح كآدم اطلاقا. الحاجة الثانية اللي نفسي يجاوب عليها انه واقفين عند فكرة ان احنا بنقول ان المسيح ابن الله لانه بس اتولد من غير اب. السؤال هل ده ايمانك؟ هل ده اللي موجود في الكتاب؟ هل ده اللي موجود في الانجيل؟ هل في اي وعظ او معلم بيقول ان المسيح نؤمن ان المسيح ابن الله بس لانه اتولد من غير اب؟ انت بتؤمن بده؟ لا طبعا. ده الاجابة. قدم الاجابة. ليست صحيحة من قرب او بعد. نعم. ما بقيش ابن الله لانه اتولد من العذراء مريم. ودخل علينا يا عيني بقى واحنا مش عارفين له اطلاق. وعمالين ندور على مين ابوه ومين ابوه فنقول هو ابن الله لانه ملوش اب. طيب انا اسال حضرتك النقطة دي مهمة جدا تجاوب عليها لان كتير جدا شايفين انه المسيحيين يؤمنون ان المسيح هو ابن الله لانه بس اتولد من غير اب. اتفضل. انا اؤمن بمصداقية وصحة الكتاب المقدس. العهد القديم المسؤولين عنه اللي ائتمنهم إياه الله هم اليهود. فإحنا ما بنقدرش نغير ولا شيء في العهد القديم. إذا كان المسيح هو ابن الله عندما ولد من المطوبة العذراء مريم. أين نذهب من الآيات المذكورة في العهد القديم
التي تقول في سفر المزامير، أذكر بس بعض العينات. اتفضل. لما يقول في سفر المزامير مزمور 2:12 قبلوا الابن. نعم. لئلا يغضب. فتبيد من الطريق. نعم. لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع الذين اتكلوا عليه، أو طوبى لجميع المتكلين عليه. سؤالي، الكلام ده كتب قبل التجسد الإله بكم سنة؟ يعني قرابة ال 700 سنة أو 800 سنة مثلا. داود يعني، والكتاب بيقول يعني كان كمان في 900 سنة. يبقى إذا الابن في العهد القديم موجود قبل التجسد ولا مش موجود؟ موجود. يبقى ما بقيش ابن الله لما اتولد، ولأنه مش مولود من غير أب فاعتبرناه ابن الله. لا 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 لا، ما فيش ولادة في الأرواح، ما فيش ولادة في اللاهوت. ده كينونة إلهية موجود في الذات الإلهية، الآب والابن والروح القدس. خد آية تانية. اتفضل. لما يقول في سفر الأمثال وأصحاح 30 آية مشهورة جدا، يقول إيه بقى؟ يقول من صعد إلى السماوات ونزل. من كذا سؤال، وبقول أنا ما أقدرش أجاوب لأن أنا بليد. قال عن نفسه كده في بداية الأصحاح أنا بليد، لغاية ما وصل وقال أحيركم لأن أنا محتار، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. الله، يعني الموضوع مش اختراع، مش اختراع من المسيحيين بالظبط، مش اختراع أو تعليم مسيحي أو عقلية مسيحية فكرت وصدرت هذا التعليم. ده شيء كائن في الكتاب المقدس من الأزل وإلى الأبد. ولذلك اسمح لي دايما أسأل هذا السؤال لإخواته وحبايبي اللي بيسألوا، من هو الله بالنسبة لك؟ قبل ما تقول لي من هو المسيح، أنا هسألك من هو الله بالنسبة لك، تسمع إجابات بقى فيها العجب، فيها العجب. أنا لا أؤمن بإله كان شيئا ومع الزمن تحول إلى شيء آخر، أنا لا أؤمن بيه. بالظبط. إذا حضرتك عاوز تؤمن بيه حاجة تريحك، ده برنامج مفتوح وأنت حر. لكن أنا شخصيا لا أؤمن إطلاقا بإله كان شيئا ثم صار شيئا آخر. تقول لي لا وضحها أكتر، أقول لك حاضر. يعني قبل ما يخلق، قبل ما يخلق كان صامت، كان زي الحجر ما بيتكلمش ولا ينطق نهائيا، لكن جاته نشوة كده صحوة، فتح عيونه وابتدى يفكر، وابتدى لازم اصنع الانسان، لازم اخلق البشر. ايه ده؟ ده اله ده؟ ولا امور الله في الازل معروفة زي الابد واللي في الابد؟ معلومة عند الرب منذ الازل جميع اعماله. قلت اية حلوة وظريفة قوي. عشان كده الله ثابت في ذاته. نعم. فان كان الله يخلق لابد ان يفكر. إن كان الله يتكلم مع البشر فلا بد أن كان يتكلم في الأزل ويسمع، وإن كان محب لأنه هكذا أحب الله العالم فلا بد أن يكون هناك محبوب. وإن كان الله ننادي به ونقول له أنت أبونا وأبو الأرواح فلا أبوة إلا لابد أن تلازمها بنوة. ولذلك الله لازم أعرفه وأتعلمه قبل ما تسأل عن المسيح. من هو الله؟ الله هو الآب والابن والروح القدس. المسيح قال أنا في الآب، مش أنا مع الآب، في الآب، أنا في الآب. وقال كمل وقال اسمع الآب فيا، يبقى واحد في واحد. الروح القدس في إنجيل متى 10 مكتوب عنه روح الآب روح أبيكم، وفي غلاطي أصحاح 4 روح الابن. فالروح القدس هو روح الآب، هو روح الابن، والابن في الاب والاب في الابن. يبقى اذا واحد في واحد في واحد. هذا هو الله. عشان كده غني عن عن كل الخليقه، مكتف بذاته لان فيه ما يكفيه. ولذلك وحدانيه الله بالعقل والتفكير لابد ان تكون جامعه. ولذلك الابن مش بالتزاوج ولا بالولاده، لكن ذات وكينونه الهيه أعلنها الله لنا من الأزل أنه هو الله الواحد مثلث الأقانيم. في آية قالها الرب يسوع صراحة مفتاح جميل
مفتاح جميل قالها في إنجيل متى أصحاح 11. عمل معجزات كتير قدام الجليل، منطقة الجليل، علشان يغيروا فكرهم. ما الجليليين على فكرة كانوا ذات الصنف اللي بيفكر فيه الإنسان حاليا. والبشرية كلها على العقل والفلسفة. فكان المسيح بالنسبة لهم مش مالي عينهم، لا ابن عيلة ولا هو يعني شخصية يعني هيخوض المعركة زي هتلر. فما عجبهمش، فعمل معاهم معجزات كتير، أو قدامهم يقول لك صنع أمامهم معجزات كتير، لكنهم لم يتوبوا. كلمة نعم. لم يتوبوا يعني لم يغيروا فكرهم بالضبط. صب عليهم الويلات في عدد 20 لغاية 24. في عدد 25 رفع عينيه وقال له أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء، قصده اللي معتمدين على الفلسفة البشرية الجليليين، وأعلنتها للأطفال اللي هم البسطاء اللي بيصدقوا ربنا، من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. تكلم يا رب وعبدك حليم سامع. البسطاء دول أعلنتها للأطفال. كل شيء قد دفع إلي من أبي. مش معقول إن الله الآب يدفع كل شيء لشخص أقل منه. لكن الآب والابن واحد. فعشان كده مستودع كل أمور الآب في إيديه. ولذلك بعدها على طول يقول إيه بقى؟ وليس أحد يعرف الابن إلا الآب. عشان كده احنا ما بنتفلسفش. هتقول لي الموضوع فوق العقل، أقول لك فوق العقل، لأن مين مننا يعني بعقله يصل إلى هذا المستوى العالي السامي الذي أعلنه الله. وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، وتيجي بعدها وكل من أراد الابن أن يعلن له. فإذا في إعلان إلهي، الآب يعلن عن الابن، هذا هو ابن الحبيب الذي به سرب. والابن يعلن عن الآب وروعته، أنا في الآب والآب في. والروح القدس يأخذ مما له ويخبرنا، يعلن لنا عن الآب والابن. إذن ما تقعدش تفكر بعقليتك وعاوز توصل إلى اللا محدود بعقل، خسارة أن أنا أقول محدود، أقل من المحدود. عاوز توصل إزاي؟ فكر كويس، فكر كويس. أنا أؤمن أن الشخص المخلص لما يجي للرب ويقول له أعلن لي، أيعلن له. وعرف قيامة أعلن الرب لهم وعرفوا من هو ابن الله. عشان كده مهم قبل ما تقول لي عن ابن الله، قل لي عن الله. ودينا قلنا كمان أن المسيح ليس هو على صورة آدم، ولم يأتي بالتزاوج إطلاقا. ففي كينونة إلهية من الأزل وإلى الأبد، الله والآب والابن والروح القدس. طيب حضرتك أجبت على كذا سؤال. في فكرة تانية لمقطع مشهور يعني داخل عليه ملايين، بيقول أنه الله لما خلق آدم وضع في صلبه الحيوان المنوي، والحيوان المنوي فيه حياة والبويضة فيها حياة. وبيقول أنه أي إنسان مولود فيما بعد مولود من خلال حيوان منوي وبويضة فيهم حياة، فالحياة دي هي أصل الحياة اللي الله نفخ في آدم. فبالتالي الخلق جميع البشر يعتبروا مخلوقين لأنهم من المخلوق الأول اللي هو آدم. وجي عند المسيح وقال أن المسيح أيضا يتم عليه نفس القول، لأنه جاء من بويضة والبويضة فيها حياة، والبويضة دي جاية من أصل حواء، البويضة الأولى حواء. فبالتالي البويضة الأولى حواء مخلوقة، والمسيح جاي من بويضة من العذراء، فبالتالي هو أيضا مخلوق انتسابا للمخلوق الأول اللي هو حواء، أصل الحياة في العذراء. عامل لفة كبيرة عشان يثبت أن المسيح مخلوق زيه زي أي بشر. تفضل. اسمح لي أقول لك، يعني وانت بتقول الكلام ده أنا معلش اسمح لي فضل. أنا ما بطلعش زي حضرتك على آراء الآخرين. لكن وانت بتحكي في هذا الكلام معلش يعني أنا لا أحتقر الإنسان ولا أصغر منه، أنا إنسان بحترم الإنسانية. بس أنا بسأل سؤال، فين أين العقل الصحيح الذي يفكر بطريقة صحيحة؟ أتلف لفة طويلة عريضة، البويضة ومش بويضة والحياة، يعني سامحني يعني. طب وأنا أروح فين من الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس؟ أنا أقول لك على حدثين في العهد الجديد أفكر فيهم معي. الحدث الأولاني
عندما خبر الرب القديسة مريم في إنجيل لوقا وقال لها تحملين وتلدين ابنا، قالت له إيه؟ كيف كيف يمكن أن أن يكون يكون هذا وأنا لم لست أعرف أعرف رجل؟ رجلا. حط خطين ثلاثة ده، 100,000 خط، مش خطين ثلاثة، مليون خط. وأنا لست بس أعرف اللي رجل. بيقرأ وبيبحث، فين بس قول لي فين الرجل اللي يعطي الحيوان المنوي لإخصاب وهل البويضة؟ البويضة متأسف هتلقح نفسها؟ يعني اللي قال الفكرة دي ما بيفكرش هل في بويضة تلقح نفسها ولا هتنقسم وتاخد جزء حيوان منوي وجزء بويضة؟ إيه الكلام ده؟ ده ما مش بيحصلش عارف، علميا، أنا ما مش عارف. بيحصلش. يعني أنا دلوقتي واحدة بتقول للملاك، ها؟ اسمع بقى أقول لك على حاجة، ما الكلام اللي بقوله ده لا يؤخذ عليا، ده في ده أنا الكتاب. بقول فكر. لا لا لا، أقول فكر. قالت مريم كيف يمكن أن يكون هذا وأنا لست أعرف رجل؟ فقال لها الملاك نعم. البويض السائل المنوي يأتي إليك من فوق ليخصب البويضة التي فيك فتلدين. يا إله الصالح، خلي بالك لما حد يقص الحتة دي ويطير بيها، ما أنا لا بقول جاوب لك على طول. أنا عارف. أقول لك حليم قال، يا أخي يا أخي خليك عاقل. ماذا قال الملاك؟ هي بتقول كيف يمكن أن يكون هذا وأنا لست لست أعرف أعرف رجل؟ رجلا. قال لها الملاك الروح القدس يحل عليك أيوة وقوة العلي تظل. الآب تظلل لك، النتيجة بقى لذلك لذلك، القدوس، مش القديس، لا القدوس وده المولود اسم منك. من أسماء الله، نعم. القدوس المولود منك. لاحظ بقى، مش الذي يولد منك، المولود منك، يدعى، ينسب لمين؟ ابن الله. ينسب لذاته، ابن الله، ابن الله. فين السائل المنوي واللفة الطويلة اللي لففتني فيها؟ طب تعالى بقى لا الحدث، ده الإجابة ليهم، ده مهم جدا الكلمات دي يا دكتور. لو ليا انا وليك انت ولكل شخص، احنا بنسترجع كلمة الله مع بعض. نعم. بس عاوز الحدث الثاني في انجيل متى الاصحاح الاول لما قال واما ولادة يسوع المسيح فكانت فكانت هكذا. هكذا. يوسف عرف ان خطيبته حبلى. اي انسان في الدنيا لما يسمع ان خطيبته حبلى على طول يصل الى قلبه ايه؟ انسانيا، الشكوك. من بالظبط. اين جاء هذا الحبل؟ حتى لو كان بار، هذا لا يعني مش طعن في كون الكتاب ذكر عنه انه انسان بار، طبعا بس بطبيعي شايف حاجه غريبه حصلت قدامه. قال لك كده الكتاب، قال لك ولان يوسف كان رجلا بارا اراد تخليتها سرا. يعني بقولها دايما باللغه العاميه، يا بنت الناس دي فضيحه وخليك بعد عني. او مستغرب الامر. يلا ما نجيبلكش اذى. جاله الملاك وقال له ايه؟ لا تخف ان تاخذ مريم امراتك، لان الذي حبل به فيها هو من الروح من القدس. الروح القدس. قول لي بقى، الروح القدس بيدي سائل منوي؟ يا اخي يا اخي بلاش الهرطقات دي، خلينا نبقى فايقين وصحيين. الشيطان من وراء كل هذه الافكار لانه لان ما بيلف فيش طريق. ويلفوا عشان يوصلوا النتيجة انه المسيح زي ادم مخلوق. استحالة استحالة يا حبيبي، استحالة. والشيطان من ورا ده كله علشان يهلك البشر، نعم. لأن الرب يسوع قال كده، أنا هو الطريق والحق والحياة، وكمل وقال وليس أحد يأتي يأتي إلى إلى الآب الآب إلا بي. إلا بي. محدش يوصل الإنسان للآب إلا الابن، ومحدش يتمتع بالأبوة إلا عن طريق الابن. عشان كده محور الكتاب الإيمان بالمسيح ابن الله، ولذلك الشيطان ضد الإيمان ده. ليه؟ عاوز ياخد أكبر عدد إلى جهنم معاه، ولذلك العائل يفكر ويهرب بحياته. طيب عندي بعض الأسئلة، لكن بعتذر احنا فقدنا تليفونات كتير عمالة تدخل وتيجي، لكن هل مازال موجود معانا فاروق؟ بعتذر ليك أخ فاروق، دخل أكتر من مرة معانا ابن المسيح. أهلا بيك، اتفضل. ألو ألو، اتفضل حضرتك على الهواء، لو أيوه صوت فيه على يا جماعة شوية. ألو، اتفضل. مساء الخير يا أستاذ أندرو. مساء النور. مساء الخير. اتفضل حضرتك على الهواء. أنا هخش في هتكلم في الموضوع. أنا اتفضل. ابن ألو، للأسف فقدنا المكالمة، أنا بعتذر
ليك معنا محمد محمود من هنا، اهلا وسهلا، اتفضل اخ محمد، حضرتك على الهواء، اتفضل حضرتك على الهواء، اتفضل اخ محمد، اتفضل. ايوه مساء الخير. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بيك، اتفضل. استاذ اندرو معلش انا بس بعوضك برضو دايما بتطول مع الاخوه المسيحيين، خليك معايا. اتفضل سؤالك، ما تنساش يا اخ محمد ان ده برنامج وله مده زمنيه محدوده، لكن اهلا وسهلا بيك، بندي لك الفرصه على طول، المشكله ان التليفون عندك بيفصل مش من عندنا. اطرح سؤالك يا اخ محمد، اتفضل. انا ذكرت ليك الايه دي اكثر من مره، وعودة الاخ اللي مع حضرتك، واما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بها احد ولا الملائكه الذين في السماء ولا الابن الا الاب. صدقني جاوبناك، والدكتور حليم نفسه كان في حلقه معايا وجاوبك برضو. فين الإجابة؟ فين الإجابة؟ طب خليك معايا، أنت طرحت السؤال الأولاني أهو، خليك معايا بس أخلص السؤال. اتفضل. اتفضل. تمام. لما بيقول باسم الأب والابن والروح القدس، الجزئية اللي كنت بتتكلم فيها حاليا، لما أقول ذهبت مع الأستاذ أندرو والأستاذ مرقص والأستاذ جرجس، يبقى ده غير ده غير ده، باسم الأب والابن. ده سؤال تاني يا أخ محمد، يبقى أنت طرحت سؤالين، السؤال الأول أن الابن لا يعلم، السؤال الثاني أنت بتعتبر أن باسم الأب والابن والروح القدس أن دول ثلاث أشخاص، كأنك بتقول باسم يا أخ محمد، يا أخ مصطفى، يا أخ علي، فبتعتبرهم ثلاث أشخاص منفصلين، صح كده سؤالك؟ هل مازال موجود معنا الأخ محمد مازال؟ للأسف فقدنا الاتصال، عشان ما تقولش إحنا بنقطع عليك، بتبقى المشكلة من عندك يا أخ محمد. طيب مين؟ الصوت يا جماعة مش قادر أسمع. معانا الاخ فاروق، اهلا بيك، بس انا متذكر السؤالين بتاع الاخ محمد. اهلا بيك اخ فاروق، اتفضل. اهلا اهلا، ازيك يا اخ عمرو؟ اهلا وسهلا، حضرتك على الهواء، اتفضل. انت ماشي على حضرتك وعلى الدكتور حليم، اهلا بيك. الرب يباركك حبيبي، اهلا بيك، اتفضل. أهلا. الو، الاخ فاروق فقدنا الاتصال. لا ما زال موجود معانا. لا نعم. اتفضل. ايوه اخ عمرو. من فضلك ابعد عن الجهاز وتابعني فقط من التليفون عشان وقت الحلقه. الرب يباركك، اتفضل. حاضر. اتفضل حضرتك على الهواء. انا عايز اضافتين يا فندم، اضافتين. الاضافه الاولى لما نرجع الانجيل، احنا اصحاح واحد في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله. وكان الكلمه الله. لما نرجع للقران، ان الله يبشرك بكلمه منه. اسمه كلمة منه اسمه المسيح. هل الكلمة فيها بويضة؟ حاجة غريبة دي، حاجة. فضل. الحاجة الثانية كل اللي متخلق من تراب راح التراب، إلا يسوع المسيح له كل المجد، هو اللي صعد للسماء، لأنه مش من الأرض، مش مخلوق من الأرض. طيب. الحاجة الإضافة الثانية بعدين أخ أندرو، الإضافة الثانية، الله الرب يسوع المسيح له كل المجد. الله لما كلم موسى في العليقة قال له أقول لهم مين؟ قال له قل لهم يا هو يرى، يعني أنا هو. فكان الرب يسوع له كل المجد، كل ما يقول أنا هو بيقول أنا يهوى، أنا يهوى. امين. يعني انا بشكرك جدا اخ فاروق لاجل الاضافتين، ربنا يباركك. انا بعتذر يا جماعه، وقت الحلقه محدود، اطلب بس يكون المداخلات مختصره، واي حد عنده سؤال يبقى بيطرح السؤال بشكل مباشر عشان نجاوب عليه. معانا الاخ جمال البنداري، فقدنا الاتصال الاخ جمال. طيب الاخ محمد رجع تاني، بس هستاذنه يفضل معانا شويه على الهول، لانه طرح سؤالين مش عايزه يدخل يروح حاطط لي 10 12 سؤال وبعد كده يطلع يقول ده ما جاوبوش. لا خلينا ندخل يا اخ محمد، لو انت عايز تفهم مش عايز تحط اسئله وخلاص، يبقى ناخدهم سؤال سؤال. وانا بطلب من اي اخ مسلم، مش شطاره انك تدخل تحط لي 10 اسئله وانت عارف ان وقت الحلقه مش هيكفي وكل سؤال محتاج شرح،
فلو انت داخل فعلا محتاج تفهم اطرح لي سؤال سؤال نجاوب على السؤال، ادخل على السؤال الثاني. طيب الاخ محمد عنده سؤالين قبل ما ناخده مره ثانيه. السؤال الاول اللي هو موجود في انجيل مرقس اصحاح 13 وعدد 32، واما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد ولا الملائكه الذين في السماء ولا الابن الا الاب. فبيقول الابن هنا ما بيعرفش، وهكذا شاهد مشابه مشابه ايضا في متى 24:36، واما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد ولا ملائكه السماوات الا ابي وحده. فبيقول لك ازاي المسيح يكون ابن الله والله وهو ما يعرفش؟ وهنا كانه في الايه دي في شخصيتين مختلفين، واحد بيعرف واحد ما بيعرفش. اتفضل. ما هي مشكله الانسان يا اخ اندرو ان بياخد في اتجاه. بص اقول لك على قصه صغيره. اتفضل. بخصوص الموضوع ده. واحد بيحب اصطياد الغزلان. فراح يصطاد غزاله فضرب بالطلق الناري فخدتها من الناحيه فضيعت عين الغزال لكن ما ماتتش. بس الغزال حكيم. عاوز يرعى وياكل، فشاف صخره عاليه قوي ويجي يخلي عينه ناحيه الصخره والعين اللي تشوف الناحيه الثانيه عشان يشوف الصياد. الصياد ادرك ذلك فطلع له على الجبل من فوق ناحيه العين اللي ما تشوفش وضربه واصطاده. ليه؟ لان شايف بكم عين؟ عين واحدة. كتار زي كده بيشوفه بعين واحدة لان قافل على نفسه ومصر على هو ما فيه. الكلام ده قلناه قبل كده عشرات المرات وفي الإعادة إفادة. نعم. ان المسيح ابن الله، الله المتجسد، الكلمة، مش الكلمة، الكلمة. وده اسم علم من اسماء الله في الكتاب المقدس. الكلمة صار جسدا. ما قالش غير صار. بقي جسدا وحل بيننا. عشان كده يطلق عليه الإنسان يسوع المسيح. إذن السؤال زي ما قلنا، من هو الله؟ هو الأب والابن والروح القدس. من هو المسيح؟ هو الله قبل أن يكون إنسان، فجمع الاثنين، الله وإنسان في وقت واحد. لأن قضية الإنسان وخلاصه تستلزم أن يكون المصالح والوسيط، لابد أن يجمع بين الاثنين، الله والإنسان. والإنسان لا يمكن من قرب أو بعد. نعم. أن يتأله الإنسان ويصير إلها. نعم. الغير مقبول. اللي يقول إنسان صار إلها ده أقول له أنت كفرت. لكن الله القادر على كل شيء يستطيع أن يصير إنسانا. وهذا لا يغير من وضعه باعتباره الله. عشان كده الله ظهر في الجسد. من هو ده؟ مكتوب الإنسان يسوع المسيح. يبقى كان على الأرض إنسان لكن فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. كان بياكل إنسان، كان بيشرب كالإنسان، كان بيصلي كالإنسان، قال أبي أعظم مني كالإنسان، كان يأكل ويشرب كالإنسان، كل الصفات الإنسانية فيه. قال إن الساعة الأخيرة لا يعلمها إلا الله، لأن كان بيتكلم عن نفسه في اتضاعه كالإنسان. فهنا بيتكلم عن نفسه مش باعتباره لاهوتيا والله، لكن بيتكلم عن نفسه كالإنسان يسوع المسيح. أستاذن حضرتك حاجة، بس أستاذن المخرج يحط مرقس 13 عدد 32 لان هو خد السؤال عشان ما يقولش ده جابوا لي متى وما جابوليش مرقس. لا، هو طرح السؤال من انجيل مرقس 13 عدد 32 ويحط الجزء بعد كده اللي بعديها، لان الجزء اللي بعديها تفهم الايه دي. قبل ما اتفضل اخ احلي، انا متاسف ان انا لا وخليني انا كمان ارجع للكتاب. اتفضل. مش تقرا لي بس. تقرا لي الجزء الايه دي وتقرا لي الجزء اللي وراها. لا لان لا الجزء لا اللي وراها يشرح الايه. اتفضل. واما ذلك اليوم وتلك الساعة، أنصاف الآيات مشكلة السرقة مختلف. نسرق حتة عشان نبني فكرة مسبقة موجودة جوايا أو أخدم فكرة موجودة جوا عقلي. أصحاح كام؟ أصحاح 13 عدد كام؟ 32. ماشي، قاعدين فتحت الكتاب أهو. ودينا نقرأ سوا مع الأخ العزيز الأخ محمد، هو موجود معنا وبيسمعنا. أصحاح 13 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة، وتلك الساعة فلا يعلم، فلا يعلم بها أحد، بهما أحد. إيه رأي حضرتك لو قريت عزيزي الآيات اللي قبلها؟
التفسير الصحيح لأي آية تحب تفسرها حط قدامك بعض الأشياء. واحد، اقرا الآية. اثنين، اقرا الفقرة اللي جت فيها الآية. ثلاثة، اقرا الأصحاح كله واعرف جو الأصحاح. أربعة، اقرا كمان السفر نفسه بيتكلم عن ايه وموضوعه ايه. خمسة، هات الآيات المشابهة هيديك التفسير الصحيح. لا، وروح الإنجيل نفسه بيتكلم عن ايه. بالزبط. إنجيل ماركوس نفسه بيتكلم عن ايه. اتفضل. يعني فنقرا كده بس من عدد، عشان نختصر القراءة، من عدد 29. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا. إيه الأشياء اللي تنبأ عنها المسيح؟ اللي تنبأ عنها مين اللي قالها؟ المسيح نفسه. طب إذا كان هو اتكلم عن إيه الأحداث اللي تحصل؟ وتنبأ وحدثت. لا، ده في فرق بين التنبؤ وفي فرق بين كلام الله المباشر. بالضبط. المسيح ليس بنبي يتنبأ، لكنه يتكلم مباشرة. قال هيحصل، يصف أحداث لم تكن واقعة الآن لكن وقعت فيما بعد وتمت تماما. بتفرض علي أن أنا هقرأ من عدد 24. اتفضل. وأما في تلك الأيام بيتكلم أهو بعد ذلك الضيق، فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءا، ونجوم السماء تتساقط والقوات. الله. طب يعني عنده معرفة إيه اللي بيحصل؟ بالضبط. طب يا أخي مين عطاله العلم؟ ما حدش قال الكلام ده في الأنبياء كلهم. كمل كده معاي. والقوات. عدد 29. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا. إيه رأيك في كلمة فاعلموا؟ ده علم أهو. لما تشوفوا ده حاصل يبقى عرفوا، اعلموا انه قريب على الابواب. الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل اللي بتبدا فيه وتحدث هذه المشاكل فيه. عشان ما حدش يتلاعب ويقول الجيل اللي هو كان بيكلمه. لا الجيل اللي هتبدا فيه الاحداث اللي هيكون فيه الضيق ده حتى يكون هذا كله. وبعدين يكمل وليه السماء والارض تزولان، ولكن كلامي مش كلام الله، كلامي لا يزول. قل لي بقى، بينما يتكلم عن الساعة ادانا العلم كله. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد. هنا بيتكلم عن نفسه باعتباره الإنسان المتضع اللي أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وده موضوع إنجيل ماركوس. باعتباره معلم بيعلمه، باعتباره ابن الانسان، وباعتباره خادم كمان. وانا كمان عاوز ابص في الايه دي بطريقه تاني. شوف يقول لك ايه، فلا يعلم بهما احد. بعديها ولا الملائكه. احد ايه هنا؟ احد البشر. ولا الملائكه الذين في السماء. ولا الابن الا الاب. فصل نفسه عن البشر وعن الملائكه، وفصل نفسه عن الملائكة. شوف الكتاب بيقول ايه في العهد القديم وفي العهد الجديد في الرسالة العبرانيين. تنقصه قليلا عن الملائكة. يعني هو نزل للينا احنا البشر في اقل مستوى، عشان كده فصل نفسه عن البشر لان هو الله المتجسد، وفصل نفسه عن الملائكة لانه اعظم من الملائكة. عشان كده قال ولا الابن. هنكمل بس يقول ايه بعدها. يقول انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كأنما بإنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله، وأوصل بواب أن يسهر. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت. عن نفسه، أمساء أم نصف الليل أم صباح أم صياح الديك أم صباحا، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. ما وما أقول لكم أقول للجميع. للجميع يبقى هنا بيتكلم عن السهر، وبيقدم نفسه باعتباره عبد يهوى الخادم. أقول في الوقت اللي غايب عنكم فيه. بالظبط. صحوا وسهروا. بالظبط. الوقت ده هيجي واتكلم عن أوصافه. تقعد تمسك لي في كلمة وناسي إن المسيح هو الله المتجسد. طب لما يقول تعب يسوع فجلس هكذا على البئر، الله بيتعب؟ أدينا أنا بساعدك أهو. الله بيتعب؟ لكن تعب يسوع باعتباره الإنسان. طب وإيه رأيك لما يقول تعالوا إلي
يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم وأنا ما قالش والله يريحكم بالضبط، ما قالش فأتوسط لكم عند ربكم لعله يريحكم، لكن قال وأنا أريحكم. هنا بيتكلم باعتباره الله، هنا بيتكلم باعتباره الإنسان. لما يقول أنا والأب واحد باعتباره الله، لكن لما يقول أبي أعظم مني بيتكلم عن نفسه كالإنسان. فلازم القلب لازم تفرق ما بين لما يتكلم عن إنسانيته ولما يتكلم عن لاهوت. والمسيح جاء ليكون إنسان. بالضبط كده. أمين. السؤال الثاني بتاع الأخ محمد، أرجو أن يكون الإجابة واضحة عشان ما تطلعش تقول مش بنجاوب، مع أني نفس الإجابة دي أنت سمعتها قبل كده. السؤال الثاني بيقول أنتوا بتقولوا على أنه الله واحد، لكن في إنجيل متى 28 بيقول باسم الآب والابن والروح القدس. فبيقول لما أنا بقول لشخص يا شخص باسمي، وفلان تاني يقول باسمي، وفلان تالت بيقول باسمه، فدول ثلاث أشخاص مستقلين، فازاي بتقولوا عليهم واحد؟ لو ثلاث أشخاص منفصلين العبارة تأتي بطريقة تختلف تماما. اتفضل. عمدوهم باسم الآب وباسم الابن وباسم الروح القدس. لو جات العبارة كده يبقى انتوا ثلاث آلهة. أو عمدوهم بأسماء الآب والابن أو بكل والروح من القدس. أو بكل من. لكن عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، يبقى شخصية واحدة. نعم. وده موضوع الكتاب كله. مش تبحث في آية، دور في الكتاب ككل هترتاح. إيه القصد من الإعلان اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ مش القصد عشان نكفر إنسان، ولا القصد نزود المسيحيين واحد، لكن القصد فائدة الإنسان، خلاص نفسه وبركة نفسه. نعم. يعني أنا شخصيا بتكلم على أساس الإنسان غالي على قلب الرب. نعم. خسارة يهلك والطريق واضح قدامه. لما الرب يسوع ليس يأتي أحد إلى الآب إلا بي، دي تسوى إيه دي؟ ولما الروح القدس يقول عن المسيح وليس بأحد غيره الخلاص، تسوى إيه دي؟ فكرتش في دي ليه؟ ما تفكر فيها كويس، تخاف على نفسك، لأن احنا مش هنعيش ثلاث مرات، هي مرة. يا إما تأهل نفسك للوصول إلى الأبدية السعيدة، يا إما تأهل لنفسك للجحيم الأبدي، ودي في إيدك، أنت حر، أنت حر طبعا تاخد قرارك زي ما أنت عايز. بس كشخص كانوا بإيه وتعرف على الرب، أنا بك عليك. للأسف فقدنا كل المكالمات. بعتذر لحمدي، بعتذر للأخ جمال، بعتذر كان معنا يعني الأخ محمد تاني، كان معنا تلفونات كتير جدا، لكن لما بنطول بس لازم نشرح الأسئلة، وإلا لو خدنا كل تلفونات مش هنقدر نغطي الأسئلة اللي أخواتنا وأحبائنا بيسألوها. هل في أي تلفون؟ معنا تلفون تاني من مصر، أهلا بيك، مش عارف مين، اتفضل حرك على الهواء. ألو ألو، اتفضل حرك على الهواء. الأخ حمد، أهلا بيك. هو أنا هتكلمك كلام إسلامي صرف، ملوش علاقة خالص بكل الكلام اللي قاله الدكتور حليم حسب الله. طبعا القرآن وحي عن طريق الملاك جبرائيل، طبعا الحديث القدسي وحي مباشر، طبعا قصص الأنبياء وحي والحديث وحي. فإزاي أم يحيى نبي، ابن نبي مبشر به وطلع من رحم ميت بآية، واخد علامه ابوه انه يكون صامت لغايه ما يتولد. ازاي ام يحيى اول ما اتجابلت مع ام عيسى، وكان يحيى في بطن امه 6 شهور وعيسى في بطن امه حوالي 10 ساعات. مش عايزين نستخدم لفظ عيسى، معلش خلينا نستخدم لفظ انا عارف ان انت بتتكلم من وجهه نظر اخرى، بس خلينا نستخدم اللفظ الاصح. إني أرى ما في بطن يسجد لما في بطنك. لمن يسجد؟ النبي ابن النبي المبشر به. بس دي الكلمة اللي أنا عايز أوصلها يعني. أشكرك جدا أخ حمدي، ربنا يباركك، شكرا، يعني فكرتك وضحت أو واضحة. أنا بشكرك جدا. معنا أبا نؤمن، معنا مولر، أهلا بك أخ مولر، اتفضل. مش عارف مين موجود، أبا نوب ولا مولر، اتفضل حرك على الهواء. مساء الخير يا حمدرو. ايوه سلام مسيح، مين حضرتك؟ اتفضل. انا اسمي مولر بولس. اهلا بيك، اتفضل حرك على الهواء. يعني حابب ارحب بالدكتور حليم وارحب بحضرتك. ربي يبارك. اهلا حبيب. بيك حبيب. عندي بس مشاركه في حته
المسيح لا يعرف الساعة. تفضل. يعني لو الأخ السائل يميز بين أمرين. كلمة معرفة في اليوناني مرة بتيجي بمعنى إيده ومرة بتيجي بمعنى جونوتيوس. جونسكو. جونوتيوس يعني هي عدم المعرفة المطلقة. لكن إيده بتيجي بعدم المعرفة الحسية. وهدي مثال عشان يفهمه. لو سألت حضرته هو يعرف اللون الأصفر؟ أكيد يعرف اللون الأصفر. طبعاً. اتفضل. لكن لو طلبت منه إنه يشرح اللون الأصفر لحد مولود أعمى. هو مش هيعرف. طبعاً مش هيعرف. مش لأنه هو مش عارف اللون الأصفر. لكن لبساطة جديدة إنه هو المشكلة في اللي قدامه. فالمسيح هنا كان بيتكلم عن حاجة غير خارج الزمن. الله خارج الزمن، الزمان ضيق عليه. أنا وأنت يا فندم ما نعرفش الأمور الغير ملموسة. نعم. فكان بيتكلم لفظ ايده بمعنى ان كنت مش هتفهمه. والدليل يا فندم لو جبنا النص اللي بيتكلم فيه 24 بيقول وفي تلك الايام بعد ذلك الضيق الشمس تظلم والقمر لا يظلم. ده اللي قاله الدكتور حليم صح. اتفضل. في زكريا 14 بيكون بيدي نفس الكلام ويقول ويكون في ذلك اليوم انه لا يكون نور الدراري تنقبض ويكون يوم واحد معروف للرب. فنفس المواصفات بتاعت الرب اللي في زكريا 14 هي نفس المواصفات بتاعت المسيح اللي في النص اللي الكل بيستخدمه. فالمسيح اشار لزكريا 14. فقدنا الاتصال. الاخ مولر معانا في مشكله في الصوت. معانا مين؟ انا مش لا اصوات. معانا ابا نوب. اتفضل حضرتك على الهواء. ارجو يعني الاختصار في المداخلات لان عندنا اسئله كثيره للدكتور حليم. اتفضل. ابعد عن الجهاز من فضلك. ابعد عن الجهاز خالص. كلمني واسمعني من التليفون. اتفضل اخ ابا نوب. مع حضرتك اخ اندرو. اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا وسهلا. الرب يبارك حبيبي. سلام عليك. انا بشرف بيك وبالاستاذ حليم. الرب يبارك. وعايز اقول لحضرتك ان انا بنحبك قوي ومتابعينك. بس انا كان ليا عند حضرتك قصه طلب. يعني يا ريت حضرتك بعد كده تبقى تعمل حلقه عن الاساطير والالهه المصلوبه قبل الميلاد. انا عملت حاجه زي كده قبل كده لو امكن. انا عملت حاجه قبل كده بس حاضر هلبي طلبك واعمل الموضوع ده مره تانية بشكل اوسع. انا بشكرك جدا. واتكلمت ايضا عن الهرطقات اللي ظهرت عبر التاريخ الكنسي يعني وكانت وجهه نظرهم ازاي في من هو المصلوب. شكرا جدا. معانا ابو جورج او جورج. اهلا بيك. اتفضل حضرتك على الهواء اخي جورج. اتفضل ابعد عن اي جهاز وكلمني من التليفون. اتفضل. انا بعيد عن الجهاز خالص. اتفضل حضرتك على الهواء. دلوقتي حته ان المسيح ما خدش بويضه من العذراء. الحته دي انا سالت فيها الامبراطوريه اوسط وسط البلد وسالت فيها كمان وكتب فيها سي اس لويس. هو لما بيتكلم في القانون الايمان لما بيقول مولود غير مخلوق بيتكلم عن لاهوت الابن. اوكي بيتكلم عن لاهوت الابن قبل التجسد. يعني اللاهوت هو مولود من الاب قبل كل الظهور بعد كده بيكمل ويقول ايه هذا الذي من اجل نحن البشر من اجل خلاصنا من اجل المسيح وتجسد مع عبد المريم. ممكن المداخله بالراحه عشان اقدر افهم الكلام اللي حضرتك عايز تشارك به. اتفضل. ماشي. قانون الايمان لما بيقول مولود غير مخلوق. نعم. بيتكلم عن لاهوت الابن. مش عن المسيح اللي كان المتجسد. بعد كده بيكمل وبيقول هذا الذي من اجل نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من عذراء مريم. لما تجسد اخذ منها بويضه فعلا. لا المفهوم السائل مفهوم السائل او الشيخ اللي بيسال فكره تانية مختلفه عن اللي حضرتك بتقوله خالص. اللي هو خد فعل المنوي مش فعل المنوي والكلام ده. بويضه لقحت نفسها يعني فاصبح هنا عمليه لقاح وكانه بيعتبرها شيء عادي حصل زي اي حيوان منوي او سائل منوي لقح. ده الشيخ بيقوله غلط فعلا. المسيح فعلا لانه عايز يثبت لدايره معينه انه المسيح مخلوق. انا بشكرك جدا. ربنا يباركك. هل في وقت الحلقه يا جماعه محدود؟ عايزين الاسئله بسرعه عشان ارجع لان عندي كم من الاسئله مع الدكتور حليم. اتفضل. من معانا الاخ هاني. اهلا بيك. اتفضل. او سائل
ابعد عن الجهاز من فضلكم، اي حد يسمعني او موجود على التليفون يبعد عن الجهاز ويكلمني من التليفون. ماشي ماشي ماشي، ابعد خالص عن التلفزيون، اعمل معروف. اتفضل اتفضل. انت على الهوا يا اخي هاني، انت على الهوا، انت على الهوا. بس اهلا بيك يا فندم. ابعد عن الجهاز لو سمحت، ابعد عن التلفزيون. اتفضل. ماشي يا فندم اتفضل. انا كنت عاوز اقول حاجه بس صغيره. دلوقتي خطيئة ادم وحواء طبعا ربنا غير محدود. خطيئة ادم وحواء ربنا غير محدود. انا معاك. خطيئة ادم وحواء ربنا غير محدود اساسا. فاللي كان لازم يرفع الخطيه برضه حاجه غير محدوده، وربنا مش محدود، مش حاجه يعني شخص غير محدود، ولا ينفع ملاك. عشان اختيار العبارات بس. ايوه. اتفضل. بالظبط. فما ينفعش الملاك محدود والانسان محدود. نعم كويس. وما ينفعش ان احنا يعني اخواننا المسلمين ما ينفعش ان احنا نفكر بنفس التفكير. لان احنا العقل البشري ليه قياسات محدده، ده اللي قاله الدكتور حليم صح، زي طول وعرض وقياسات. فما ينفعش ان احنا نحد تفكير ربنا ونحطه في تفكيرنا احنا. ده مظبوط. قصه صغيره بتقول ايه؟ اتفضل. طفل صغير بيحاول ينقل ميه البحر كلها جوه حفره صغيره. فجي واحد بيقول له، الانسان ده كان جاحد، فبيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له عاوز انقل ميه البحر كلها في قلب الحفره دي. فقال له ازاي؟ ما ينفعش. قال له انت ازاي بتفكيرك المحدود عاوز تحد تفكير الله او توصل لتدابير ربنا؟ فهو ما ينفعش ان احنا نحط الله او فكر الله في سياق ان ده صح وده غلط. صحيح. شكرا جدا اخونا المحبوب، يعني فكرتك وصلت. للاسف مش هقدر اخد، يعني هاخد بعد شويه تليفونات تانية، بس لازم ارجع للدكتور حليم. دكتور تليفونات كتيره، لكن انا متوقف عند مداخله الاخ مولر. هو لمس حاجه فعلا في اللغه اليونانيه، ان كلمه معرفه في الايه دي بتعني معرفه فوق يعني ادراك الانسان، بعكس المعرفه الاكاديميه اللي موجوده في ايات تانية اللي استخدمها الرسول بولس جينوسكو باليوناني في لأعرفه في رسالة فيليبي. لكن في سؤال بيقول في خروج 33 عدد 20، يقول الإنسان يراني ولا يعيش. فالله السائل اللي وصل لنا السؤال بيقول أن الله هنا قفل فكرة التجسد تماما، وقال أنه ما ينفعش الإنسان يراني، فبالتالي ما ينفعش يكون فيه تجسد، فبالتالي ما ينفعش يكون المسيح هو الله الظاهر في الجسد، لأنه الله مش هيرجع في كلامه، لأنه قال كده قانون الإنسان يراني ولا يعيش. اتفضل. لما بيتكلم مع موسى، لأن موسى بيقول له أريني مجدك، يعني تجاسر وطلب هذا الطلب في سفر الخروج، أريني مجدك. قال له إيه؟ قال له الإنسان لا يراني ويعيش. بالظبط. لأن هو طالب مجد، عاوز يشوف المجد. مين ده اللي يجرؤ إنه يشوف بالجسد الفاني الطبيعي اللي فيه جرثومة الخطية الله في عظمة شخص ومجده؟ لكن الآية الجميلة اللي احنا قلناها من لحظات، إن كان الله لا يراه أحد قط، وفي تيمساوس يقول ولن يراه، لكن ما تنساش الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. اسمع الآية دي، نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح. يبقى إذا مجد الله نقدر نشوفه في المسيح يسوع، وده غرض من أغراض التجسد. لكن الله كلاهوت باعتباره الله غير المحدود، ما فيش إنسان يقدر يشوفه ولا يجرؤ أن يراه. لكن الله لأنه بحب الإنسان قرب من الإنسان بالطريقة الرائعة، جانا في صورتنا كبشر، أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وجد في الهيئة كإنسان يتم مشروع الفداء. ومن ناحية أخرى لكي نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح. نعم. حاجة بسيطة هقولها، في الدينونة لما الرب يدين الأشرار في سفر الرؤيا، نعم، يدينهم باعتباره مين؟ الله. بالضبط. طيب. الديان الله. النهاردة الناس مش عاملة له أي اعتبار، كله عايش في الخطية والشر، وقولوا له ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر. في الدينونة من يروا؟ إيه اللي بيرعبهم واللي خليهم يطلبوا يطرحوا في بحارة النار؟ الجالس مرئي، اللي هو
المسيح اللي تجسد اللي جه وفدى واللي بيطلب الإنسان يرجع إليه ليستريح وينال الخلاص لكونه رفضه الذي مات وقام واللي بينادي للإنسان هو اللي هيجلس على العرش باعتباره الله إنسان عشان كده يرتعب كل البشر لأن كل اللاهوت يحل فيه فدي أعماله باعتباره الإنسان المتضع فمش يلغي الكلام اللي في سفر الخروج سفر الخروج بيتكلم عن لاهوت عاوز موسى يشوف الله في لاهوت ومجده الله الغير محدود استحالة استحالة لكن أتانا في الصورة الجميلة اللي نتعايش بيها معاه ولذلك قلنا نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح يعني في حاجتين في الآية اللي في سفر الخروج 33 حاجة الأولى محدودية الإنسان قدام لا محدودية الله طبعا حاجة تانية برضو في جزء تاني مهم جدا حضرتك يعني معلم وتعلم هذا أن الإنسان خاطي ولا يستطيع الخاطي أن يرى القدوس كيف ولا يمكن لا يمكن لا يمكن لكن من خلال المسيح المتواضع استطعنا أن نرى هذا الإعلان الكامل الذي ظهر لأن في المسيح تمت المصالحة بين الله والبشر باعتبار المصالح الذي يقف ليس من ده كانت رغبة أيوب من يضع يده ليس بيننا مصالح يضع يده على كلين ولذلك رسالة الإنجيل ملخصها كلمتين ذكروا في كورنثوس الثانية أصحاح فضل. خمسة تصالحوا مع الله اللي يتصالح مع الله في المسيح بياخد حياة اسمها الحياة الأبدية الحياة الأبدية ليس المعنى بتاعها حياة الأبد أو لا. حياة السماء لكن حياة الله نفسه دي كبيرة قوي على الإنسان بالإيمان بالمسيح أخذ ذات حياة الله أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في يسوع المسيح هو الإله الحق والحياة الأبدية كون أخذت حياة الله وصرت شريك الطبيعة الإلهية فأنا أحيا إلى الأبد ولذلك لما يأتي ويختطفنا هكون على صورته فأراه وجها لوجه ولا يرعبني بل يحتضني لأنه أعز الأحباء لي دي عايزة هللويا بقى مجد والله كان في المسيح مصالح الله كان مصالحا العالم لنفسه نعم غير حاسب الله في المسيح مصالحا العالم لكن موسى عاوز يشوفه قبل المصالحة ما ينفعش بالظبط كده يعني أخت مباركة كاتبة آية من حبقوك لأنه عيناه أطهر من أن ينظر أو يبصر الجرى نعم في سؤال تاني وصل السائل بيقول في سفر العدد إصحاح 23 الله بينفع عن نفسه أن يكون إنسان وابن إنسان ففي سفر العدد 23 عدد 19 سفر العدد إصحاح 23 عدد 19 بيقول ليس الله بإنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم أو يفي بيقول يا جماعة أنتوا بتتكلموا عن التجسد وأن المسيح هو ابن الله والمسيح هو الله الظاهر في الجسد الله بيقول ليس الله بإنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم فالله لا هو إنسان ولا ابن إنسان أنا أسأل السائل إذا كان عارف جو الأصحاح ما أنا قلت خمس حاجات للتفسير الصحيح ما الناس ما بتلتزمش قولهم تاني وتالت ورابع معلش علشان نفهم آية لازم نقراها لازم نقرا الفقرة لازم نقرا الأصحاح ونعرف الجو بتاعه لازم نقرا السفر بيتكلم عن إيه لازم نجيب الآيات المقارنة نعم ودي مهمة قوي هنا مين المتكلم بهذه العدد أبسط الأسئلة لو السائل عارف يجاوب لنفسه سفر العدد 23-19 عشان بس يطلعوا عليه مين اللي بيقول الكلام ده بلعام بالظبط بلعام ابن بعور يعني اللي هلك يعني النبي كذاب النبي كنت عايز اقول نبي كذاب ما هو مش تقول هو الكتاب قال كده نبي كذاب هو اللي قال بس خد بالك من حاجه برضه كونه قال ففي تحكم الهي على لسانه بالظبط فالعباره صحيحه فاصاب في القول اصاب القول مع انه هلك بالزبط. لكنه أصاب القوم عاوز يقول إيه بالبساطة كده الإنسان يقول ولا يفي الإنسان يعد ولكن لا ينادي يعني بيتكلم عن صفات ولا يتكلم عن تجسد بالظبط بيقول الإنسان يقول ما ينفش يقول وبيكذب يوعد وما يوفيش الله مش كده ليس هو إنسان مش معناها يلغي التجسد لا
يعني عاوز لكن في أي... زي البشر. وفي نفس الوقت الله في أزليته ليس إنسان. بالضبط. لأن الله روح. ما كانش التجسد. وما كانش التجسد. ففي الوقت اللي اتكلم فيه كان الله في جوهر لاهوت. بالضبط. فلا ينفي التجسد لكن يتكلم عن أزلية وطبيعة الله لأن الله روح. تمام. يعني أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، أسئلة كتيرة بتجينا. يبقى سؤال جاوبناه عشرات المرات. يقول كده أنه المسيح يتكلم بصفته نبي مرسل في يوحنا 17. ده قدامنا دقيقتين بس، في دقيقتين. استحالة أن المسيح بيتكلم عن نفسه كنبي مرسل، والألفاظ اللي استخدمها في الأصحاح كلها تثبت جوهر لاهوته. لما يقول يوحنا 17 احنا واقفين قدامه عشان السائل بس، لما يقول مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، يبقى نبي مرسل ازاي؟ واعطيتهم سلطانا ان يعطيهم حياه ابديه، يبقى وبعدين اعطيته سلطانا ان يعطي حياه ابديه، هي حياه لكل الله لكل نفس. مين اللي يعطي حياه الله ان لم يكن هو الله؟ بالضبط. اللي بيحتاروا من كلمه قالها الرسول بولس في ملء الزمان، أرسل الله ابنه ليعرفوا أنك أنت الله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ده بالعكس، حرف الواو تعلن اتحاد الأب بالإب، يعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع اللي أرسلته المتحد بيك. ولذلك يوحنا الأولى أصحاح 5 مهمة جدا الآية دي، يقول يسوع المسيح هذا هو الإله الحقيقي. ايوه، والحياه الابديه. والحياه الابديه، اذا الحياه الابديه هو المسيح طبعا. يبقى يعني ما تحاولش، وده اللي قاله يوحنا في انجيل يوحنا، فيه كانت الحياه. نعم، فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس. في نوعين من البشر، لا تخضع الكتاب المقدس لذاتك، لكن اخضع ذاتك للكتاب المقدس. تعالى متواضع، بتواضع امام كلمه الله. تعالى للكتاب المقدس زي ما بيقول رجل الله، وانت مش بتدور على اشكاليات او شبهات تخطفها وتجري بيها. من فضلك، في قواعد مهمة جدا أنا بدعو كل واحد باحث أمين وكل واحد مخلص وكل واحد نفسه يعرف الحق يراجع الخمس نقاط اللي قالهم الدكتور حليم في كيفية تعاملك مع الكتاب المقدس والحق الكتابي. يا جماعة، ليس من الأمانة أنك تجتزي آية من سياق ومن إصحاح وانت مش فاهم الإنجيل ده بيتكلم عن إيه والإصحاح بيتكلم عن إيه ومش فاهم العبارات في جزء مهم جدا. يا رجل الله وحضرتك خادم ويعني لك مشوار طويل جدا في الخدمة، أن نحن نقرأ الكتاب باللغة العربية، لكن عندما نفسر الكتاب ونعلم من خلال الكتاب علينا أن نحترم اللغة الأصلية التي كتب بها الكتاب. نعم. ونجتهد في الرجوع إلى اللغات، اللغة اليونانية، زي الكلمة اللي ذكرها أخونا مولر. حقيقة أنه يعني عشرات التعليقات اللي بتثني على هذه الحلقة وعلى حضرتك، وبتقول ان الحلقة دي تعتبر كتاب كامل وشرح وافي، كفيت ووفيت. مش عارف اقول حاجة الا اني بصلي لاجلك دايما واقول لك فعلا ربنا يباركك، واقول الجملة اللي قلتها في البداية، لوقت مثل هذا اقامك الرب. نشكر لان الناس نفسها تعرف الحق. شكرا. والحق بوضوح بدون لف ودوران او انتقاص او تدخل بشري، لكن الحق بوضوح. قدمت كلمة الله وقدمتها باستقامة. ربنا يباركك على وعد. نلتقي وموضوع جديد بنعمة الرب في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. استمروا في الصلاة من أجل الدكتور حليم في خدماته المختلفة، وهيكون لنا لقاء إن تأنى الرب يمكن يكون موجود في شهر 7، نقدر ناخد منه وقت حسب ظروف وقته طبعا وفي أي توقيت هيكون متواجد فيه. استمروا في الصلاة لأجل إخواتنا في ليبيا، استمروا في الصلاة من أجل أخونا عبد الباقي اليمني في مصر اللي مسجون، استمروا في الصلاة من أجل إخواتنا اللي بيعانوا من اضطهاد بيصل إلى حد الموت في اليمن وفي الصومال. على وعد، نترككم في رعاية الرب القدير، وإلى اللقاء بنعمة الرب الأسبوع القادم. مش كافر، مش كافر، أنا مش كافر، مش كافر، مش كافر، أنا مش كافر، لا أنا مخدوع أو بخرف أبداً ولا عقلي سافر، سافر بإله واحد إيماني واحد وملوحش تاني حبي.
مات علشاني مش ممكن يموت. يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير. أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير. أنا مش كافر أنا مش كافر.